تبشرات حينما حين رابت ما رابتش ما درمش قير طلب والله هيغنوا في الشارع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يلا عمل عمل طلبة الله سندوتشات بالبيض بال بالسم بالصراصير بالقمار حق الصراصير حق الضفاطح انا عندي عندي سراويل للفيران للسل للصراصير سراويل للفيران سندوتشات بالبيض بالزحاوق بالسم انا عندي سراويل انا عندي سراويل مالك يا اخي اتخلونا ارقد معانا امراض معانا عيال صغار معانا شباب مبروك مبروك مالك مالك ليش وين انت ساكن ساكن هنا جنب الخيمه الخيمه الداخليه ولا الخارجيه ولا بيعوا سكتة بيعوا سكتة انا شا جبعتكم من هنا حاضر حاضر طيب اصاب هدوء احنا ليش السياح يلا 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 كل واحد بهدوء اذا جاء زبون قد اسبوعين ها الله الله اذا جاء زبون يجي يشتري قصتك على اساس انه انا ما بنفسرش ما ادري ايش يحجوا الزباين يلهفهم على ايامه حق القمال حق الصراصير حق الذبان حق ابن هادي شاكر اه اسبوعين قد لنا اسبوعين كم قد دخلت ما شاء الله الرزق المكسوم ما لها شيء ما شاء الله راح الله البركه الله يطلع البركه انا قد دخلت 10 10 ايش 10 الله انا اصطبحوا انا قد دخلت 10 الاسلام زبو زبو حيا 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 انا عندي اسمها سراويل فنايل شورتات فرح صدرك فرح بطنك لا لا ما ما ادي لك فنيله مشتيش يا اخي ما معي فنيله يا اخي هذه فوقك شمها مشتيش احرجك قبال الناس شم ماشوعة معي لك فنيله ابو مراوح ما تطلعش اي شم يا اخي مشتيش معي ملابس شدي لك فنيله جرب شم البسها ولو طلع شم قدو منه ما شاء الله عليك قصدك بدل عليك ها سم حق القمر حق العنجة ياي ها سم ايش سم من بتسم سم حق الفيران حق الصراصير حق ما نشيش سم الله تك الله ما بيش معي فيران ادي لك فيران ودي لك عقرب ودي لك مشتي وبعد ادي لك سم ما عاد عنباك الله يفتح عليكم انا ما بلد حاطة ارجع وجه ياي يا اخ اهلا وسهلا ماشي والله سلام عاد انا كملت يا اخي صدقني انك يعني ايش اقول لك هذا السندوتش من نصيبك يا اخي سلام يا اخي شغلك ما قد الصباح يا اخي يا اخي امسك والله انك تمسك وبعدين صاحب العربيه صاحب ايوه بس يا اخي شكلك مهندم شكلك يعني شكلك مدي يا اخي العمل مشروع عيب شكلك تكذب ما شاء الله والله العمل يا اخي مشروع عيب انا افتخر ان انا اكل لقمه بالحلا فعلا صح العمل مش عيب وانا اشكرك على هذا الاساس انه فعلا العمل مش عيب العيب انه واحد يمد يده يا سلام علشان انك جبت ماشي والله يا اخي نتعرف على يعني قد معرفه بيني وبينك ما دام وديت السندويش ضروري حاسب الله يحفظك تفضل هو ب 100 هذا 200 انا داري وهذه الباقي علشانك يا رجال يا اخي والله ما يحتاج خليني ادي لك هذا ماشي والله ما ادي ريال خلاص الله الله شكرا لك يلا الله يعينك يا اخي الله يفتح عليك مع السلامه الله الله اين المياه الباقي اين المياه عبد الكري بسلو كيف الناس يتعاملوا مع الزبائن اين المياه لا يتعاملوا ولا ما يتعاملوا اي الجسم قاعده المياه ثاني هي لنا جمعه قال هو اين المياه هاي 200 حق ما 100 حقك و100 حقنا سمعته حتى لو ما قالش ايوه احنا ضبحنا به ووصل لعندك قدو باغر اشترى منك قدو جاهز لما ضبحناش ما عسريش ارجع بقعتك وانا المياه حقي اطلب والله حق القمال حق الصراصير أنا عندي سراويل فنايل حقك يا معين فرح صدرك بالبيض حق السم أثواب مستعمل نظيف بالصراصير معي ثوب ما أمشي له 70,000 ما له ما قد أخذي له 70,000 مصطوم البنكي وبعدها ما بفعل بهذا المهاش يا أخي الدبان كملين السم الله أيوة يعني هذا السم بتايوان ما تنش مالك دخل انت تقول السم تهيوان ما العمك دخل انت علي الحرام عجبين اقول لك فين اجي اقول الفنايل حقنك تهيوان اطلب والله فين اجي اقول الفنايل حقنك تهيوان يا تبي في التهفه شاكر فين حقيقه وما بين حق الحين انا فين اقول السلام حقنك تهيوان مالك شي دخل مني عرض يا اخي جي سوق بسطتك شاكر الناس اقسم لك بالله انك علي الحرام لعب شي عمك ملحوظي شاكر وذاك ادو انا اينه انا بقعتك قسما بالله ان الله ضحى هذا
نحن ملعق طول تقول ذبابي يا وسخ. عندني يا شاكر. ما هو؟ قد معك فار هلب. أينه؟ يعني قد الحين فار من وجه العدالة. يا ابن الذين. اطلبوا الله. الله 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 دسعت الفيران دسعت الفيران الله يقلعك والأمان ما قلفت شي يا عبد الكريم ها قلفت حاجة ولا شيء ما ماشي رجعوا حقاني قلتكم الله لا شركتوا شيء أمانة هن أمانة أنتوا لا تخونوا الأمانة ها ناي ناي معك بيضة مش أنت بحاجتها اطلب الله بيضة بيضة ما بش ما بش يعني مع الخير في الناس وأخوك ماشي مه يا الله يا الله اقضي حاجتنا وحاجة كلنا أنا حق الصناصير حق الله قلفت يا حج يا حج يا حج برايك برايك قلفت ما قلفت قلفت كل شيء عاد وش كيف انت يا ولدي حيا حيا مدينك يا حج اثواب مستعمل نظيف جديد ترنكات شمزان فنايل ولادي بناتي صغار كبار مدي لك انا جاوع جاوع وشو عندي اذا انت بارد انا دفيك يا اخي ست جوعي الله يست جوعك اسد جوعك وشو عليك شي فنايل شمزان اديتها لك يا اخي انا اشتي اكل اشتي اكل ما شو عندي تقدر تاكل فنايل جاوع تقدر تاكل فنايل من عندي ادي لك ما بش يا الله كيف نفعل حنا على الشارع في ساحي 100,000 بسطة ما بش معك 100 هاي ما بش معي رئتين وكل يدي يا الله حلها اتبرع لبلك لا لا تسرع شي حاج لا تسرع شي حاج لا تسرع شي حاج كنت انا في 120 انها مسرع يا اخي عمري بيت بدي الشيء بس ما شاء الله وطبلون معك يا حاج كيف انت يا بصير الله يستر عليك اتي لنا حاجة ناكلها ما بشعي والله حاجة تاكلها انا كوال ولدي انا جاوع الله الله ست جوعي الله يست جوعك انا اسد نفسك ما ست جوعك مركنك معي سم ومعي سم سم ما سم برايك انا حاجة ما لي شيء ركب يا حاج بين اقول لك ما بين بعشي الا معي سم حق الفيرة انا اتي لك فيرة ما في علم الفيرة الى حكن يا الله حلها يا خلق الله انا جاوع خلاص الى حقنك والله ما معي احد ولا لدي لك من عيني يا عيبه ما انا عتسي ها انا عتسي حاجر ملح يا لا 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 حرب هناك حرب الله حرب يا ولدي كيف انت يا ولدي الحمد لله كيف حالك الله يسلم حالك الله يحفظك يا حاج ماشي انا جاوع انا اعطي لك قصتي يا عبد الكريم ها هذا جاوع الحج ايوه قد قال لي قال لك خلاص وانا ما دخلي سد وجوعه قلت لي ما اكل يا ولد الله يرضى عليك من عيني يا حج انا الله يقبلك ابويا الله يرضى عليك واجهي ومثنى ويزيد السمنت ما شاء الله بتزبج ما فعل يا اخي انت جنبنا الحين تشتي سندوتش بيض ولا شيبس بالبيض 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 يا حاج بالبيض يا حاج ها هذا سندوتش بيض ادي لك ملح ولا بسبات بع ملح لا حالي الملح مع لا 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 الملح يرتفع الضغط بعدين بتسرع قد لا في راس جمل لكم بدون شيء اسكف على شويه نتجمل الله ما يضرك مدري الله اعلم غير شويه ما فعلت لا شويه اسلام اسلام الله يقبل قبولك ويفطي رزقك والله ولا الميتين هو بمية بمية أنا بمية إنا غير هكذا منك ماش معك ولا شيء ما بيش الله معك ومعي الله المستعان الله معك السلام الله يرضى عليك يا حد يا حد الله يفتح عليك كيف ما بيش معك ثوب باربعين ألف وقبع بتسعين ألف ما عاد حاسب بيش مالك داخ مع الثوب حرام ما هو معي أنا يا أخي ما درك ما تحصل مخبئ الله معك يا حاج لا تصدق ليش خاطرك يا ولدي الله يرضى عليك الله الله يا عبد الكريم مالك الله الله فاتح جمعيه ما دخلك من الناس عاد تقرح ضمارك يا خبال يا اخي ما عيضر شو اجر اجري من ما دخلك من الاجر انت ما انت مؤسسه الشعب يا اخي شاكر الان في وضع ما بلا انت راحم الشعب في وضع يترحم هاي سعيد شلوا دمك انت معك وين بايم يا خدوفه يطرح الله البركه داري يا شاكر حالي احنا تشاركنا احنا في مشروع واحد لو جينا كنت قرح الضمار انه اكرم واحد في الله ما شاء الله ما شاء الله هيا مدرك يا عم فنايل حق الصراصير حق الدبان حق القمال حق ابن هادي ما هذا الشيء من دشتي تعال هنا كل شيء هنا عندنا اي عفوا عفوا يا اخي عفوا ما شاء الله بيطلب الله ها ما بنفعل صلات كيف صراحة يعني أنا بسر الزبائن خيرات
ما في نفسك؟ آه ما في نفسك؟ ما في نفسي عاد يرفع صوته. وطي يا ولد وطي. أنتو أوضاع. أيوة هكذا هكذا اشتاو. لا أوضاع أوضاع. معو. ما هو؟ تدارين في أرضية من أنتو مع؟ في الشارع العام. في الشارع في الشارع يا أخي لا. يعني في أرض الله في أرض الله أكبر. أنت سكت ترى قف ولا كلمة. حرم لو ما مسلح. يي وذا قالوا أنت أعمى. فهنا أعمى. ما تشتي ذا الحين ما هو صلي على النبي ما لك قل لي ما تشتي وخر يدك وخر يدك أنت ما تشتي دسع عادوا عي هنجم ومواقف لا تفجعنيش لا تقزز داري حق مال أرضية الشارع حق الدولة الأرضية اللي خلفها حقي الحمد لله مشحنا فيها يا سلام الأرضية اللي خلفها خلاص خلف الشمس خلف الشمس ماذا العين أنا أقول لك يا بني آدم أنا شعمر بعد شهري قال ما بعد شهرين نتفاهم نتواصل نضع رقمي عندك ما هو ما هو الحين هذا شهر ولا باجي لا عيوب ولا الباجي ماشي هذا بيع مشتري عند داري يا بسماك قبل ما تعمر حلق انتم داري 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 دار الليل داري دار الليل والله لا اه صلي على النبي مع علي صلي على النبي مع علي اي امه وليش بتخليني انا اتبج على من اول وانا ما ادري حاجه اقول مع علي معو ما هو وضوء اجي واحد هنا الله شله الله جاب لا لا ثلاثه ثلاثه موجودين يا اخي اسمع اقول لك حاجه هذا جالس بير في المشو داريبي والله انتم ما تعرفوه وش انا اعرفه انا كيفه مالك ضخم جدا 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 انا قلت الله ضخم هذا الصياح بقوله اه بس انه يعني اخجف ها اخجف والله اخجف لا وسهلا انا اعرفك انت داري انا اعرفك ربطوا تعب ما تعرفوني اه ما لو انتم تعرفوني ان قد هربتوا انا اعرفك انا اه كيف تعرف الذربة يا شاكر كيف تعرفه بالقعش الظهر على اخره اه ضحاك سبع تخلص ما بين العبد لابس قصدي حذي حرام لا عدومك ما هو ذحين ما تشتي على الارض حقي هذا كمالك ساعة كمالك ساعة كله وهذا كمال ضمة اصاب من الضحك انا بلد حاكا جد ايوه جد والله جد ان انتم شنتو حق مالك صلي على الله من توحد حجعنا بالحديد حقك هذا جالس خلق طرق انت داري ان مع جدتي 12 7 ماشي يا شاكر 12 7 اجي واحنا محجوزي تعال تعال اقول لك تعال لا والله تعال تعال انت شكلك محترم انت انا محترم جدا 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 يقول زمن بالله ان انا شكلي شتغاضى عنك واخليك تبيع لحالك ايوه ايوه ضروري ما ولا ما يستاهلوش قول لي ما هو الموضوع يا عبد الكريم قاعد يخليك تبيع لحالك أتسكت هذا لا تقتله ما تقتلش لا تحمل نفس بعده لا 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 ولا تقتله صلي على النبي الموضوع ما يستاهل اسمعني لا تحمل نفس الموضوع ولا أزو يا أخي إيه لا تحمل ولا تتحمم الموضوع حبيبي اهدى أينه أينه خلينا نضحك أنا وياك شاكر ها شاكر قلت لك النظارة أعضاء هذا أخي غير بينمزح هذا أخي هذا أخي وبعدها لا كنت شد مد يدك خلاص خلاص لا 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 والله لو ما أنت عمي لا دعميني قد قالها من قبلك الأمم قصتك إن أنا خايف خلاص يا شاكر أنت ما تعرف شرعز يا حكيمة أبو خنجر أبو من؟ خنجر أنا أبو علي خنجر من شتى الحين ما هو الموضوع؟ الموضوع وما فيه الأرضية حقي اللي خلفكم وأنتوا بتبيعوا أمامها يعني عاد أعمر طيب متى عاد أعمر؟ بعد شهرين خلاص ولا يهمك بعد شهرين واحنا عن ماشي اخذنا بيضفوا هذا العمى لا لا خلاص ما عليك ما عليك منه انا اهدرين فرما ضوء سيدك هذا اخي هذا اخي فهم لا هي باش معيب انجب حرام لا الهفك زيت فيها من ذي الهاف من ذي الهاف والله لا تروح حافي لا تفجعني لا تفجعني لا تفجعني لا تفجعني شكون فهم خلاص خلاص عينو عينو خلاص خلاص عينو هذا ما يا شاكر هذا فلش فلش خرج فلش لخي خرج والله ودي بفلش خرج خلاص خلاص شخرج مخرج شخرج مخرج طيب من اينه من اينه مش الارضيه حكي يلا 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 خلنا مع ابوه من اول تحدث والله ما ضرنا في البلاد هذا الا المتصلبطين هؤلاء هؤلاء يلا مخرج مخرج قبل ما يخرج مخرج هذا عيوقع مع الجعبه يا يلا مع السلامة يلا يلا من هنا دلعوا عينك يا سلام تعال يقول لي طرطه طرطه اشد لنكه ما
بزت عليها القر ها؟ بزت عليها القر والتلفون. باقي معك قرن ثاني؟ باقي معك قرن ثاني؟ شكل التبعي ولا ما عجيش يقول هكذا؟ لا الحين اسمعوا ها كيف الخبر؟ كيف؟ انجل كرسي حقيقي لا ناس بوعين معي موجود موجود جلس يا معي جلس جلس الحين اسمعوا لحيا ولا ناس؟ لحيا ولا يموت كل بيض الله؟ انا بنبصر دحين يعني من بكره نغير بقعتنا لانه بين نفسنا متصلبين هنا خيرا مستجع منهم حرام ما ندي خط ما ندي خط خط انتو دايرين احنا في عندنا غلطه كبيره اي شيء نفعل سجدتها في عندنا غلطه وهي ما هي ان احنا المفروض يعني كنا نفعل مشروع واحد بدل ما قسمنا قيمه التذاكر كل واحد اخذ حاجه وقع مشاريع صغيره تحاقت حاقت نقد حيلفتي وبكنت اقسم وكرم واجر وخير ركزوا ركزوا معي انا معي كلام مهم جدا والله تفضل جدا جدا ايوه جدا جدا والله ما هو كلام شوفوا يعني احنا في عندنا شوف مثل البلاد هذا لما تقسمت مشاريع تفرقت البلاد وقعت حروب وقعت مشاكل لو احنا يد واحدة والله ان كان البلاد سابر صح سلم 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 الكلام هذا ما ينفعش في الجالسي ما بلا نسلم هذا كلام عاقل والله ما توقعتها منك يا عبد اخي يعني انا مارش عاقل مش عاقل قوي قوي يعني عاقل اللعش الحين اسمعوا يعني شوفوا لو احنا كنا في عندنا مشروع واحد كان يطرح الله البركة أفضل يعني ما هو كان عاد قسمه كله يعني الحين أنت كم قد معك أسبوع عنقد لنا ألا ورنقد حصلت يجي 30,000 ما شاء الله ترى يعني مره. الصافي 30,000 أيوه وأنت أنا الصافي ها عجي الظاهر 120,000 من هو على الصافي ولا من هو كم عجي 120,000 عجي صفيت أبا مشوا على اللون لا حول ولا قوة إلا بالله وانت وانت انا أجل. يعني الصراحه حرف 90,000 هكذا 90,000 يعني مش انا اكثر واحد لا يعني بعد معي بس شو الصدق اه ورانا الرابح ابو كريم اخوك اي الرابح 90 90,000 وقلت صدق وتبرع وقف مع ابناء الشعب وقف مع ذيه يعني 90,000 عاد راح الله فيها بركه اكثر يعني قصدك رابح دنيا واخره ايوه امان انك مستضي إذن وأنا أصير أقسم أسم حقي هذا كل للجمعية ما حد ولا أقول لك أتلا ليتام راح أخلي يتي هيا اطلبوا الله اطلبوا الله يلا 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 السندوتشات عندي الفنايل السراويل فنايل داخلي علاقي فساتين حق السراسير حق الكمال حق الدبان حق ابن هادي حق يا عريس حق الجمعين حق عبد الكريم البيض البيض والسندوتشات 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 والسندوتشات